هلا وغلا، جبنا لكم اليوم ثلاث قصص مرعبة من تأليفكم أنتم. نعم، طلبت منكم ترسلون القصص، وصراحة تفاجأت أن ناس كثير جدا جدا أرسلوا قصص، واضطريت أني أفصفصهم واختار منهم القصص الرهيبة اللي بتشوفونها اليوم. أول قصة معانا باسم أنت تستهزئ بي، من إرسال عبد الله جيمر. أنا اسمي عبد الله، عائلتي مكونة مني وأبوي وأمي. كانت ليلة باردة، أتذكر ذاك اليوم كنت منهك، وقررت بعد المذاكرة الدروسي أني أدخل وأنام. حاولت أنام لكن ما في فايدة، جسمي مو راضي ينام، وحسيت كأن في أحد يراقبني. وفجأة أفتح عيني شوي وانصدم من المنظر اللي قدامي. شفت ثلاث كلاب حجمهم ضخم جدا، وراهم بنت ماسكة طوق ربطاهم. أنا في هذه اللحظة أدركت أني لو تحركت ولو سويت أي شيء راح أموت. وفجأة يقرب مني واحد من الكلاب ويتكلم لغة ما فهمتها إلا جملة واحدة، وكانت أنت تستهزئ فيني؟ أنت تستهزئ فيني؟ وجلس يكررها. وأول ما قالها تذكرت أني أنا كنت في رحلة مدرسية مع أصحابي، وشفت مثال لثلاث كلاب مع بنت في الطريق. وبعدين أنا وصاحبي جلسنا نضحك لسبب من الأسباب، وفجأة الباص وقف وتعطل فينا وسط الشارع، وأنا وصاحبي قررنا ننزل ونشتري شيء إلى ما يصلحون الباص. وحنا ماشيين وقفنا رجل عجوز وقال لنا لازم تعتذرون، لازم تعتذرون. أنا وقتها حسيت بذعر، وبعدين شافني وقال روح واقتل ثلاث كلاب وارميهم في حفرة، ودلني على مكان الحفرة، بس ما صدقته وقلت عليه مجنون. والحين عرفت أكيد أن هذا السبب. وبعدها البنت قالت أنت صاحي قوم وواجه مصيرك. وبعدها صرخت بأعلى صوت عندي وتوجهت الباب لكنه كان مقفل. وقتها البنت بدأت تقرب مني حبة حبة، وبديت أبكي، والكلاب جلسوا يضحكون ضحكات هستيرية ما قدرت أتحمل. وبعدين فجأة البنت جلست تصارخ وتركض لي، وجلست أحاول أني أبعد أدور طريق وغمضت عيني. وفجأة اختفت البنت والثلاث كلاب ما كانوا موجودين. استغربت من هذه الليلة. وبعدها الليلة الثانية جاني ثلاث كلاب مرة ثانية ومروني أني أوقف، وفجأة ولا إراديا وقف جسمي وخلاني ألحقهم وما لقيت أي شيء أقدر أسويه. وبعدها وصلنا قدام التمثال، وشوي لقيت حفرة فيها ثلاث كلاب ميتة وبنت. وبعدين سألني كلب منهم تعرف من التالي؟ لا شعورين قلت أنا، وبدأ يضحكون نفس ضحكات الهستيرية، وهاجمني واحد منهم وطحت في الحفرة. بعدها بساعة لقيت نفسي في قسم الشرطة، وتفاجأت من اللي قالتها أمي. كانت تبكي وتقول ولدي مقاتل، ولدي مقاتل. بعدها قال الضابط أنت قتلت البنت الصغيرة وكلبها، وبعد القضية أفرج عني على أساس أنه ما في أدلة كافية. والحين أنا متزوج وعندي أولاد، وصرت كل ما أشوف كلف قدامي أصيح وأسوي حركات وأصوات مجنونة، وللحين ما تخلصت من هذا الخوف. هذه القصة بعنوان المهرج السعيد، من إرسال عبد الرحمن. أنا اسمي خالد، طالب مبتعث، مالي الأسبوع أعشق دخول المواقع الخطيرة زي الديب ويب. ومن يوم من الأيام كنت في الثانوية وقررت أني أبحث عن لعبة في الديب ويب اسمها الشيطان الحزين، لكني ما لقيتها، بس لقيت بدالة لعبة باسم المهرج السعيد. قررت أني أحملها وأجربها. أول ما ضغط على رابط التحميل جتني رسالة تقول لي هل أنت متأكد أنك تبي تحمل اللعبة هذه؟ إذا حملتها ممكن تصير أحد الشخصيات اللي بيزورها المهرج. ما فهمت المقصد وكنت خايف، وقررت اني اضغط على موافق وبدأ تحميل اللعبة. واول ما خلص تحميل نزلتها وفتحتها، وكانت في مجموعة معي سبع لاعبين وانا ثامنهم. كان اسم فريقنا الفريسة، وكان في فريق ثاني اسمه الصيادين. كان لاعبين اسمهم كلون 93 وكلون 101. وبدأنا الجيم وصلنا نقدر نتكلم
وكان التيم فيه 3 يتكلمون بالإنجليزية واثنين مو متأكد إيش يتكلمون، والاثنين اللي بقوا ما كانوا يتكلمون. أنا كنت أعرف أفهم إنجليزي لكن ما كنت أعرف أتكلم. سمعت شخص كان اسمه ليدر 399 وقام يقول القوانين. قال أولا لا تخلي الصيادين يشوفونك، وإذا مسكوك ما راح يسلك خير. ثانيا دوروا عن 4 ملابس مهرجين و5 بالونات ملونة. وثالثا لا تتجمعون مع بعض. وهنا ضحكتنا وقلت أنا بتكون لعبة سهلة، بس كنت خايف من شيء واحد، وش كان يقصد بكلامه في قانون رقم 1؟ بدينا نتحرك وتوزعنا، وكانت الخريطة اللعبة مبنى مهجور وغابة. الغابة كان فيها دمى، وكان أحد الدمى يطلع صوت بكاء. كنت خايف، قررت أني ما أمر من الغابة وأمشي داخل مبنى. أول ما دخلت سمعت صوت ضحك وبكاء، وكان يقول أنا أعرف وين أنت، بس 5 دقائق وراح أجي وصيدك وزورك. صارت من الكلام وخفت بشكل مو طبيعي. دخلت غرفة كانت كلها دم، وبنص الغرفة في بالونة أخذتها، وبعد ما أخذتها انكتب على الجدار أول شخص يلقى الغرض يعني أنت بتكون الضحية الأولى. خفت مرة وقررت أني أطفي اللعبة، وصرت أضغط زر Alt+F4 لكن اللعبة مو راضية تتسكر. وفجأة سمعت صوت ركض وضحك في المكان، وجاء مهرج ومسكني وفتح المايك حقه وقال شفيك خايف؟ لا تخاف، أحفظ شكلي لأني بزورك بعد ما تصف الليل. خفت وصرت أقول كيف عرف أني خايف؟ شفت الساعة كان 11:30 ولمحت أن الويب كام حقتي شغالة رغم أني كنت مسكرها. خفت مرة، قلت الحين هو يعرف شكلي بس مستحيل يعرف بيتي. فصلت الكمبيوتر من الكهرب ومسكت الساعة وحطيتها على سريري، وقفلت الدريشة وباب غرفتي، وقمت أدعي وتعمقت في الدعاء، وما انتبهت لأن الساعة صارت 1:03. بديت أرتجف من الخوف، وبديت أسمع صوت جاي من الصالة يقول بالإنجليزي يا خالد وينك؟ أنا المهرج اللي بيخليك تضحك من الخوف. وبعدها سمعت صوت ضحكة، وفجأة باب غرفتي صار يدق بقوة وانكسر من قوة الطق، وسمعته يقول لقيتك، وصار يضحك. القصة هذه بعنوان فيلم الحقيقة من إرسال عبد الله. القصة تتحدث عن شخص اسمه ماجد. ماجد شخص كان يحب أفلام الرعب لدرجة أنه كان يتابع أفلام رعب كثيرة. في يوم من الأيام سمع عن فيلم رعب جديد نزل اسمه سكال أو الجمجمة. تحمس ماجد الفيلم، لكن ذاك الوقت ما كان يقدر يشوف الفيلم في السينما مع أصحابه لأنه كان وده يتابع فيلم لوحده. وبعد انتظار دام لمدة أسبوع نزل فيلم في الأسواق، وبعد ما اشترى الفيلم جهز كل شيء للفيلم، الفشار والعصير والأجواء، وشغل الفيلم. ولما شغل الفيلم وبعد ربع ساعة من بداية الفيلم نام ماجد بدون ما يدري. وبعد ما صحى كان الفيلم انتهى. وبعد ما انتهى الفيلم راح ماجد اتصل على أصحابه ويقول لهم أنه تابع الفيلم ورأيه عن الفيلم. لكن لما ماجد كان يحاول يتصل على واحد من أصحابه ما كان في أحد يرد. حاول يرسل لهم رسائل ما كان في أحد يرد. كان ماجد بيطلع من البيت يروح يقابل أصحابه، لكن قبل ما يطلع من البيت في رقم غريب اتصل عليه حسب أنه واحد من أخوياه. ولما راح يشوف من المتصل اكتشف أنه رقم غريب. هنا ماجد رفع السماعة وقال ألو، ما في أحد رد عليه. قال مرة ثانية ألو، ما في أحد رد عليه. وفجأة فصل خط، وبعد ما فصل خط ظن ماجد أن رقم متصل خطأ، لكن الرقم رن مرة ثانية. وهنا ماجد خاف توتر. أول ما رفع السماعة سمع صوت واحد غريب يقول له أنت ميت هنا. ماجد قفل السماعة بسرعة وكان خايف، حاول يتصل على الشرطة، ولما رن قال ألو، ما حد رد. وقال مرة ثانية ألو، وفجأة سمع صوت نفس الشخص يقول له أنت ميت، وقفل السماعة بسرعة وكان خايف. وبعدها ركض ماجد الباب عشان يطلع من البيت ويروح يبلغ الشرطة بنفسه، لكن هنا الصدمة جته. كان مكتوب على الباب بالدماء وين تحاول تهرب، قلت لك أنت ميت. كان وقتها ماجد خايف وما عارف شو يسوي، وراح للنوافذ عشان يهرب من البيت أو يحاول ينادي أحد يساعده. ولما راح تفاجأ أن النوافذ مكتوب عليها نفس الكلام المكتوب على الباب. هنا ماجد ارتبك ما عارف شو يسوي، وسمع صوت شخصين في البيت ينادون باسمه ماجد. من الخوف راح تخبط على الطاولة وتخبى حوالي يكتم نفسه ويحرص على أنه ما يطلع ولا صوت. الوضع كان هدوء وصوت أقدام شخصين بدأت تختفي. هنا ماجد قرر أنه يهرب لغرفة نومه عشان يقدر يحبس نفسه، وركض ماجد بأقصى سرعة. هو يركض فجأة قابله ويركض الشخصين، كانوا ضخام ما عندهم وجيه وكان جسمهم مليان بالسكاكين الحادة.
هنا الشخصين هذولي رفعوا ماجد بيدينهم وكانوا يحاولون يخنقونه، لكن ماجد سحب سكينة من واحد منهم وضرب الشخص الأول في راسه وطاح الشخص الأول. لكن ماجد هو يحاول يقتل الشخص الثاني، حس كأن الوحش بيقول له شيء، لكن ماجد كان خايف وخلص عليهم اثنينهم وقتلهم. وهنا ماجد سمع صوت براسه يقول اقتل اقتل باقي شخص اقتل وينتهي كابوسك. بعدها ماجد مسك السكين وقتل نفسه. فجأة صحى من النوم وادرك ان هذا كان كابوس وانه كان كل شيء مجرد حلم. لكن لما قام ماجد وكان يبي يروح الحمام تفاجأ ان في شخصين طايحين في بيته وما كانت ملامحهم ظاهرة من بعيد. لما قرب ماجد شاف الشيء اللي صدمه، ان اصحابه مقتولين مرسوم على وجيههم شكل جمجمة. ولما نفكر ماجد كيف ماتوا وكيف جو هنا ومين اللي قتلهم، فجأة تذكر إن ما كان في حلم وهو اللي قتل الشخصين، والشخصين هذولي كانوا أصحابه اللي كان يدور عنهم وكانوا جايين يزورونه. وهذه كانت قصة مرعبة اللي أرسلتوا لنا إياها. عطونا رأيكم تحت بالكومنتس رأيكم فيها، وأيضا لا تنسون تقدرون ترسلون قصص ثانية نحطها في حلقات ثانية. كما كفت الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.